وجود لجمعية وهران. نقلات وتمريرات بين عناصر الجمعية ممتازة ممتازة. بالعربي ينقذ الموقف. بالعربي مرة ثانية في الأولى والثانية بالعربي ينقذ الموقف. بن طالب الأخضر يلعب كرة طويلة نحو مزيان عبد القادر، دائما الخطر ولكن وخطأ فادح. والهدف الأول لترجي مستغانم. الهدف الأول لترجي مستغانم. أصحاب الدار يفتتحون التسجيل في الدقيقة 16. والحكم هدف أول لمصلحة ترجي مستغانم في الدقيقة 16. وهذه فرحة أنصار ترجي. هنا موسم سنة 99 كرة أخرى لمصلحة ترجي مستغانم دائما على الجهة اليمنى ممتازة. كانت خطيرة هذه الكرة. وكذا اللاعب عمراني المدافع العمراني ليسجل هدفين. كرة ممتازة من هنا، كرة ممتازة ممتازة. والهدف الثاني لصالح ترجي مستغانم. الهدف الثاني لصالح ترجي مستغانم عن طريق المدافع الأيسر بن قاسم عبد الحق إثر جملة فنية ملعوبة بشكل جيد. بن قاسم يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لصالح ترجي مستغانم بعد عمل ممتاز. في هذه الجولة إلى مولودية العلمة هذه مخالفة منفذة مرفوعة والهدف. وهدف لصالح الجمعية ولكن الحكم المساعد يرفع الراية. شوف هنا الكرة مرفوعة من بالرملة. فيها شك هذه اللقطة. شوف انطلق خلوفي، انطلق خلوفي يحاول التسديد. خلوفي كانت تسديدة قوية من خلوفي. عقيد في تنفيذ هذه المخالفة في آخر المحاولات للجمعية للوصول إلى الشباك. مخالفة ممتازة، كانت ممتازة من عقيد والتصدي كان أروع من بالعربي الذي أخرج هذه الكرة. النقاش